معنا عبر الهاتف السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. ست سفيرة برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي. خليني أسأل حضرتك عن خطط عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، أكيد تم تناول كثير منها خلال اجتماع النهاردة. طبعا حضرتك عارفة أن المجلس منشأ حديثا وبدأ أعماله من أقل من شهر. خلال الشهر ده عملنا 3 اجتماعات، وبين هذه الاجتماعات نحن في تواصل دائم 27 عضو عبر مجموعة افتراضية خلقناها للتشاور الدائم. المجلس قطع خطوات مهمة جدا، ان احنا استكملنا تكوين اللجان وتحديد اختصاصات اللجان. النهاردة ناقشنا دور اللجان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كل لجنة بتدرس الاستراتيجية وتطلع منها الأهداف اللي ترتبط بنطاق عمل اللجنة، وتشوف كيف نضع خطة عمل تنفيذية والأطراف اللي هتشترك في تنفيذ هذه الخطة. أيضا من القضايا اللي احنا شغالين فيها دلوقتي هي مكتب تلقي الشكاوى. دي دور مهم جدا أو آلية مهمة جدا للمجلس للتواصل مع المواطن المصري. أي مواطن لديه شكوى ممكن يتقدم للمجلس. لو تسمحي لي في النقطة دي يا سيادة سفيرة، لأنه مسألة إعادة هيكلة يعني منظومة تلقي الشكاوى هي مسألة هامة جدا بالنسبة للمواطن المصري، لأنه ده الخط الأسرع للتواصل مع المصريين. أي نوع من الشكاوى حضراتكم بتستقبلوها؟ اللي عنده مشكلة في إيه يكلم الخط الساخن أو يتوجه للمجلس؟ ومسألة إعادة الهيكلة ده بيتطلب تطوير في سرعة التواصل وسرعة الرد؟ أولاً إعادة الهيكلة هتسترشد بتقييم أداء المنظومة عبر السنوات الماضية، نشوف إيه التحديات، إيه الفرص والحاجات الناجحة اللي نجحت فيها الآلية، وتطويرها بحيث إنها تتحول تبقى إلكترونية. النهاردة هيبقى في تطبيق على الانترنت، ممكن اي حد من خلال تليفونه يدخل ويقدم الشكوى. احنا لسه في صدد صياغه هذه المنظومه، واول ما هننتهي من هذه العمليه هننزل بحمله اعلاميه لتوعيه المواطنين ازاي يقدموا الشكوى وازاي يتابعوها. ودور مهم لآلية تقديم الشكاوى تقديم المساعدة القانونية والنصح والإرشاد للمواطن لو ليه شكوى، يعني كيف ننصحه بأفضل الطرق للحصول على حقه. طبعا ده يتوقف إذا كان ليه حق أو ملوش، لأن إحنا هيتم وضع ضوابط وهيتم التواصل. إحنا كآلية بتبقى وظيفتنا إن إحنا ننقل هذه الشكوى للجهات المعنية، سواء خلاف مع جهة العمل، لي خدمة في مؤسسة بتقدم خدمات مجتمعية ما حصلش عليها، ممكن احنا نساعده، نزاعات متعلقة بالعمل. طبعا في أجهزة أخرى في الدولة لديها آلية شكاوى وليها اختصاصات، لن نتدخل في عمل هذه الآليات، زي المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للإعاقة، في المكتب الشكاوى الخاص بمجلس الوزراء. إحنا يعني هنكمل عمل هذه الآليات. طبعا مش هقدر أدي لحضرتك تفاصيل دلوقتي لأن المنظومة حاليا بشكلها القديم، لكن نأمل إن قريبا هننتهي من الأبليكيشن وهننزل بحملة إعلانية لتوعية المواطن بهذه الآلية وكيف يتقدم بالشكاوى وكيف يتابع وضع الشكوى اللي تقدم بها. نعم. اتفضل. أنا أخيراً بهني حضرتك كونك أول امرأة لتولي هذا المنصب، بنهني أنفسنا طبعاً ونهني حضرتك، وطبعاً بشكر حضرتك شكراً جزيلاً سيادة سفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.